حتى لل 11 ان شاء الله برشا اكتواليتي باش نحكيوا فيها اليوم. خلينا نبداو ساعة بطبيعة حركة كبيرة في السير في الطرقات، برشا ناس تروح بطبيعة في عيد الأضحى المبارك باش يقضيوا العيد مع عائلتهم. باش نحكيوا شوية مرور في فقرة لانفيتي دو جور. لانفيتي دو جور كما نعرفوا اليوم هو يوم عرفة، يوم مبارك، غدوة نهار العيد إن شاء الله. وكما كل مناسبة وأعياد نلقاو حركية كبيرة وزحمة، معظم الناس تروح تعيد كما قلنا في بلدينا. هذا يسبب في بعض الأحيان مشاكل على مستوى الطرقات وفي نقص زيادة وسائل النقل. طبعا هوني نستحقوا بعض النصائح لتفادي هذه المشاكل على مستوى الكثافة المرورية، وخاصة لسلامة مستعملي الطريق ككل من سيارات وأيضا غيرهم من كل من يستعمل الطريق. معنا مباشرة السيد سليم عيد عن المرصد الوطني لسلامة المرور. صباح الخير ونهارك زين سيدي. صباح النور عفيف، مرحبا بيك ومرحبا بالناس كلها ومرحبا بالمستمعين ومستمعاتي هنا. يعيشك بارك الله فيك على حضورك معنا. نعرفوا اللي فما كثافة مرورية هالنهارين، شفنا حتى تذمر من هذه الكثافة. أمال صباح تحكي البارح قالت لك يوم الحشر، اللطف والله ما شاء الله والله ليه بالحق يا عفيف صدقني ما شاء الله. أنا يخوفني في البريود هذه، ديما ننصح الناس الكل واحدة واحدة ويردوا بالهم ويبداوا فايقين وكاو هكا. وهاو نصحكم مش لازم نحكي هذا محمود ولي. مرحبا صباح الورد يا خويا، شنو حالك؟ دونك هات نبداو مع بعضنا مع الكثافه المروريه هذيك، كيفاش نجموا نتفاداو هذا الاكتظاظ سي سليم؟ هو الحركيه والكثافه المروريه بدات تدريجيا من البارح الجمعه، يعني بعد ما الناس كل ما روحت من نخدمها. صحيح. واليوم تشهد بالطبيعه ثبت ذروة نتاعها في العديد من الطرقات بكثافه الجمهوريه وبتبيعة وطنية وإلا جهوية وإلا طرقات سيارة. أيه؟ المركز الوطني لسلامة المرور قلنا أصدرنا البارح بلاغ بمناسبة عيد الأضحى المبارك أنه ندعو فيه مستعملي الطريق بضرورة التقيد ببعض النصائح والتوجيهات وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة كما قلنا أثناء السياقة واحترام قوانين الطرقات والسير لتجنب المخاطر وتكون سياقة آمنة. ومن بين النصائح عفيف انه احترام مسافه الامان والتقيد بالسرعه المسموح بها. وخلينا نذكر مستمعينا انه اللي يسوقوا بالطبيعه انه داخل مناطق العمران بين 70 و 50 كيلومتر في الساعه، خارج مناطق العمران بين 70 و 90 كيلومتر في الساعه، وطرقات السياره 110 كيلومتر في الساعه. كيف زاد ارتداء الخوذه بالنسبه لسائقي الدراجات الناريه وتكون مطابقه للمواصفات. نحكيو على التعب لهنا، تجنب السياقه في حال التعب، وإذا كان حسيت أنه عند سايخ أنه عنده حاسة تعب برشا ينجم ياخذ قصة من الراحة ولا حتى 15 دقيقة، خاصة كي تكون بتبيع المسافة طويلة برشا. عدم القيام بالمجاوزة الممنوعة. بالنسبة عند التوقف أخذ قصة من الراحة ما نخليوش صغيراتنا وحدهم في السيارة حتى ولو فترة قصيرة بتبيع لسلامتهم من مخاطر. صحيح صحيح. أيوه. كذلك عدم السياقة درجة نارية دون رخصة. أي. بالمناسبة المرصد الوطني لسلامة المرور بفروع الإقليمية أنه قاعدين يقوموا بدورات تكمينية عندنا مدة نقوموا بها هذه في مجانية في مجال قانون الطرقات لفائدة مستعملي الدرجات النارية بالتعاون مع مدارس تعليم السياقة، وكذلك يتم التنسيق مع صورة الجهوية لتوجيهها للفئات محدودة الدخل هذه بالنسبة للدرجات النارية. نعم. استعمال كذلك كما قلنا استعمال حزام الأمان. عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياق خاصة يا سي سليم، والله هالظاهرة هذه سامحني حتى كان قصيت عليك متاع استعمال الهاتف الجوال وإحنا نسوق، ومهما تكون راك عندك ثقة في القيادة متاعك وفي الانتباه، راهو الانتباه متاعك باش يقلك تبدأ تستعمل في التليفون، وفما أخطر من هكا. توا فما برشا كراهب اللي تكون مجهزة بالليزيكرون، راني نشوف في عباد يحطوا سيريات ويحطوا أفلام وهو يسوق، نحب نفهم قاعد يسوق ولا قاعد يتفرج يا أخي، ولا بيل فيديو. ولا بيل فيديو معناها خطير هذا بالنسبة لي هو وبالنسبة للناس اللي يحاولوا واللي يستعملوا في نفس الطريق. هو عفيفة عدم استعمال هاتف الجوال أثناء السياقة يشتت تركيز السائق طبعا هو عدم استعمال. نرجع معاك انه كذلك الانتباه وترك الاولويه للمترجلين اثناء شق الطريق. عدم نقل ركاب على وسيله غير مهيئه للغرض. عدم حمل اشياء او امتعه من شانها ان تحجب الرؤيه عن السائق. وكيف لهنا في هذا السياق ياكد المرصد الوطني لسلامة المرور على كافه السواق المهنيين انهم يتقيدوا بالنصائح اللي ذكرناها، خاصه تكون سياقه متزنه ومثاليه
وياخذوا قصة راحة دورية أثناء السفرات وعدم الانسياق بتبيع وراء السرعة المفرطة. نذكروا لهنا السرعة المفرطة ما ينسقوش وراها كيف المجاوزة الممنوعة، ويلزموا يتحملوا المسؤولية تجاه الأرواح والممتلكات. علاش قلنا نحن سواقة المهنيين بتبيع خاطر وزارة النقل رخصت السيارة الأجرة بصفة استثنائية للقيادة السفرات على كامل تراب الجمهورية بتبيع دون التقييد منطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، والفترة اللي حدوها لهم ما بين 14 و19 جوان يعني حتى بعد عطلة العيد. كيف حبيت نذكر في حاجة أخرى أنه تو ما نعرفوا اللي تشهد حركية كبيرة وكما يقولوا حصة عيد، أنه في الوقت هذه تكثر فيها نقاط بيع الأضاحي بكامل تراب الجمهورية، لذلك جنبه وضع السيارات أو الشاحنات الخفيفة في أماكن تعطل الحركة المرورية وكيف اللي هي تسبب زادة في الاكتظاظ. وكما قلنا في أول المداخلة أن المرصد الوطني لسلامة المرور يعول على وعي المواطن في تفادي حوادث المرور حفاظا على الأرواح والممتلكات. سي سليم عايد، عودنا المرصد الوطني لسلامة المرور بالقيام بحملات بإجراءات للتوعية للحوادث، خاصة للحد من الحوادث في ظل الاكتظاظ اللي يصير في فترات كما هكية. شنو ما الإجراءات اللي تم اتخاذها المرة هذه؟ هو الإجراءات، ثم حملات تحسيسية وتوعوية بالمناسبة طبعا مع الهيئات والمنظمات والمجتمع الوطني يعني من المرصد الوطني لسلامة المرور. كما قلنا كيف نخدموا على الديجيتال، تعرف انه الديجيتال برشا موجود، نخدموا على الديجيتال، ثم ديسكورد نخدموا عليهم، ثم ديزافيه، كذلك التوعية. هذا هو يعني بلان كاملة نخدموا فيها ونخدموا فيها، وبداية من اليوم شوي بشوي قاعدين شيابتو في اللي بلاتفورم الموجودين المتوفرين عندنا. كان تسمح لي عفيف على الصفحة الرسمية على الفيسبوك، على اليوتيوب، على تويتر، على التويتر اكس، الانستغرام، التيك توك. طبعا اللي يحب يدخل يكتب هو نسير تيان، كيف عندنا الموقع الرسمي للمرصد هو نسير هو الناس وانتيان هو نسير هو نسير هو الناس وانتيان هو نسير هو نسير هو نسير هو الناس وانتيان هذا الموقع الرسمي يلقى فيه كل شيء موجود، بخلاف انه البلاتفورم اللي موجودة يكتب هو نسير تيان. تري بيان، دونك باش يلقى كل المواقع اللي خاصه بالمرصد الوطني لسلامه المرور موجودين. تري بيان، يعطيكم الصحه. انا نعرفوا انكم انتم متابعين الحقيقه اخر اللي موجود بالنمار يا سي محمود، موجودين على تويتر على اكس اللي برشا وزارات موجودين وشركات وكل ما مش موجودين ما مش معترفين بتويتر. دونك يعطيكم الصحه، تخدموا في خدمه كبيره برشا. نختم معك اذا كان عندك بعض الارقام فيها. ما نحبش نحكي سرينا راني على حوادث المرور خاصة في مناسبات كيما هكية، ولكن إذا كان عندك بعض الأرقام تحب تفيدنا بها هيت نختموا بها. سيسليم هو عفيف، خلينا من الأرقام، خلينا نعيش فرحة العيد وخلينا مع بالضبط ولا سايب علينا من الأرقام. خلينا مرة جاية في مرة خادمة نحكي عن الأرقام، خاطر تعرف أنه نصايح هذه تكون مهمة خاصة في الوقت هذا. بالضبط، ديما يحب التفاؤل راهو. اي خلي هكيك نختم معك، يعطيك صحة سي سليم عايد. تذكير، اعطيني ثلاثة نقاط مهمة نذكروا بها لسلامة المواطنين ولسلامة مستعملي الطريق. أول حاجة تجنب السياقة في حال التعب كما قلنا، احترام مسألة الأمان والتقيد بالسرعة المسموح بها، عدم المجاوزة الممنوعة، وكيف بالنسبة نحكي على الدرجات النارية ارتداء الخوذة، وحاجة أخرى استعمال حزام الأمان وعدم استعمال هاتف الجوال وميساج وانت يلي تسوق، فما الناس تستنى فيك خاطرهم يحبوك. بالضبط. ألف شكر، يعطيك صحة، شكرا لك، شاء الله بالتوفيق لكم، لأنه يعني نعرفوا أنه تخدموا أنتم من الناس زادة اللي كيفنا تخدموا في كل المناسبات والأعياد. ربي يعينكم، إن شاء الله كل عام وأنت حي بألف خير، أنت وكل السيدة بالمرصد الوطني لسلامة المرور. شكرا لك على كل هذه المعلومات. نحب زادة كيف نتوجه بكلمة لكل التوانسة اللي داخل تونس اللي ما نجموش يتنقلوا إلى ولاياتهم وإلى جهاتهم باش يعيدوا مع عائلاتهم، وقل لهم إن شاء الله عيدكم مبروك وكل عام وانتم حيين بألف خير. بالنسبة للتوانسة
اللي خارج حدود الوطن واللي تبعوا فينا زيدا نقول لهم إن شاء الله عيدكم مبروك سعيد. ونعرفوا أنه التوينسة اللي خارج حدود الوطن أغلبهم يتلموا ويعملوا برشا جو مع بعضهم، وتلقى العيد التونسي بامتياز حاضر في كل بقعة من بقاع العالم. وإن شاء الله كل الناس تعيد بخير، وإن شاء الله كل الناس يكونوا فرحانين نهارة العيد، ونتذكروا بعضنا بصفة عامة في كل بلاصة. اليوم أنا معايد نشوف حولي في حومتي في نهج داري، نشوف من العائلة من الأقرباء من الأصدقاء، نسأل هكا شكون ماهوش معايد. راهو العيد الأساس متاعه بطبيعة ضحية اللي يقدر على ذيك، ولكن زيدا أهم من هذه كل هو الصدقة. دونك ما ننسيوش الجانب هذية وإحنا قاعدين نعيدوا، وإن شاء الله الناس كل معايدة على خير. كانت هذية